إذن من عرف أسماء الله وعرف صفات الله عز وجل زاده ذلك إيمانا. ولذلك أعظم آيات القرآن هي الآيات التي تتحدث عن أسمائه وصفاته. القرآن كله عظيم، لكن من أعظم آيات القرآن الآيات التي تتحدث عن أسمائه جل وعلا وعن صفاته. سبحان الله، آية الكرسي كما مر أعظم آية، والسبب فيها أسماء الله وصفاته. الحمد أعظم سورة لهذا الشأن، قل هو الله أحد ثلث القرآن لهذا الشأن. ولذلك طريقة القرآن وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة عند أهل السنة والجماعة، النفي أن ينفى عن الله عز وجل شيء يكون مجملا، أما الإثبات إثبات صفة أو اسم يكون مفصلا. أعطيكم مثالا، لأن ذكر الصفات في حال الإثبات يكون مدحا، لكن التفصيل في النفي يكون ذما. كيف؟ ماذا قال هنا؟ قال جل وعلا، انظر، لأنه جل وعلا يحب أن يثنى عليه، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. انظر الأسماء الآتية، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. لما كانت الأسماء كثيرة ماذا قال؟ له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. لكن في النفي، النفي ما يفصل، يجمل، ليس كمثله شيء. ما الذي بعدها؟ هل قال وهو السميع سكت؟ فصل، وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، إثبات الآن. بعدها الله الصمد. نأتي مثلا إلى هذا النفي، قلت لكم لا يفصل النفي، يجمل، لأن تفصيل النفي ليس مدح. يعني مثلا المثل الأعلى يذكر هذا أهل السنة والجماعة، لو أتيت إلى ملك ملوك الدنيا وقلت له تنفي عنه أشياء مذمومة، تنفي عنه أشياء مذمومة، لو قلت له لست بزبال ولا بسباك ولا بكناس ولا بكذا، مدح، يسعد بهذا؟ ما يسعد، بل ربما يعلوه ضربا أو قتلا، لأن هذا ليس. لكن لو قلت والله أنت كريم وجواد ومعطاء وحليم يسعد بذلك. إذن في مقام إثبات ما لله عز وجل من الأسماء والصفات، التفصيل. وتذكر ماذا؟ آخر سورة الحشر. وإذا أتى إلى النفي أجمل، تذكر ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد.